النهارده على ملعب برج العرب. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا سيما، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. عايزه اطمن منك على طبعا كل الكواليس الخاصه بفريقنا النهارده، عايزه اعرف اخبار المعسكر ايه والاستعداد عامل ازاي والروح المعنويه للعيبه وللجهاز الفني للفريق قبل المواجهه بساعات. يمكن باكد عليك يا سيما، الروح المعنويه والتركيز الشديد هي سمه معسكر فريق النادي الاهلي كالعاده في البطوله الافريقيه وفي مباريات الدوري العام، مباريات ظروف كثيره جدا للاعبين والجهاز الفني حضور الجماهير كمان، ويمكن هي دي النقطه المهمه اللي الحديث كله لعيبه النادي الاهلي بتتكلم عن حضور الجمهور والمسانده، ويمكن زي ما قلنا نفاذ الكميه ونفاذ التذاكر ده بيدل على وعيه كبيره في النادي الاهلي ومدى حرصه على المسانده. النادي الاهلي محتاج جمهوره بشكل كبير خلال المرحله القادمه، النهارده ان شاء الله الجمهور يكون متواجد بكثافه، التشجيع يكون مثالي للنادي الاهلي، التشجيع يكون للنادي الاهلي فقط لا غير. وعايزين كمان ننوه، يمكن كنت بتكلم على العميد علاء المدير امن النادي الاهلي بالجزيره وايضا نائب مدير المقر، على دخول الجماهير محدد للموحده، دخول من بوابه 6 و7، المقصوره واولى شمال هتكون من بوابه 3، مجلس الاداره وايضا الشخصيات العامه هتكون من بوابه 1، والفريق الضيف والاعلام هيكون من بوابه 2. لو برجع معاك يا شيما للمعسكر الفريق، محاضره اخيره هتكون في تمام الساعه 3:30 هنا في الاسكندريه في فندق الاقامه، هيضع فيها مستر مارك لاسات المدير الفني كل الامور الخاصه بها، التشكيل التشكيل واجبات الدفاعيه والهجوميه لكل لاعبي النادي الاهلي، ومباشره عقب انتهاء هذه المحاضره يتوجه اللاعبون والجهاز الفني الى استاد برج العرب. الحاله المعنويه مرتفعه للاعبي النادي الاهلي نظرا للاداء المميز خلال المباريات الماضيه، التركيز ان شاء الله يكون موجود معاهم كالعاده. شيما انت عارفه الغيابات اللي بتكون مؤثره على الفريق النادي الاهلي، في 18 لاعب متواجدين في القائمه، ان شاء الله يكونوا موفقين، مفيش حسابات للمراكز، لابد يكون في انتظار زاد بشكل كبير جدا لكل اللاعبين، وده اللي بيتم وبنشوفه خلال المباريات. ان شاء الله يا شيما النهارده تكون فرحه ولعيبه النادي الاهلي النهارده تكون في اسعاد جمهور النادي الاهلي باذن الله في هذه المباراه باذن الله ان شاء الله. هل من خلال مشاهدتك للتدريبات الاخيره للنادي الاهلي، هل شفت مارتين لاسارتي بيحاول ان هو يلاقي حلول او خطط بديله عشان يعني يتلاشى مشكله راس الحربه او الاصابات اللي موجوده عندنا في راس الحربه؟ بالتاكيد عشان يمكن الجهاز الفني بقياده مستر مارتن بيبذل شغل كبير جدا نظرا للاصابات، وعندنا اصابات مؤثره في مؤثره في اماكن حساسه، لكن لو خصوصا يمكن رامي ربيعه بيعود من جديد بسعد فدينا متواجد، لكن لو بنتكلم على التشكيل او نقدر نقول اللعيبه اللي هتكون في هذه المباراه، يعني لو نقدر نقول الشناوي ومحمد هاني وايمن اشرف وايضا سعد سمير ده دور كبير وممكن يكون متواجد في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وكريم ند، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور قضاي، وفي مفاضله بين حمودي ومحمد شريف، يعني لسه حتى هذه اللحظه من خلال معلوماتنا اللي دخل حمودي او محمد شريف لسه الامر ده ما اتحسمش، لكن مع الاوراق اللي مع مستر مارتن في هذه القائمه نقدر نقول ده الاقرب في التشكيل، الا لم يكن تغيير في اضيق الحدود، لكن بناكد يا شيما ان شاء الله كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللي هيتم الدفع دي سواء عاشور يكون متواجد سواء سعد سمير يكون متواجد، ان شاء الله الكل يكون على قلب رجل واحد قاعده في لعيبه النادي الاهلي، وباذن الله يكون صوت حليف لكل اللاعبين النهارده. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه فريق النادي الاهلي قبل طبعا ساعات من مواجهه سيمبا التنزاني النهارده الساعه 9 مساء على ملعب برج العرب. ان شاء الله النهارده هيكون ثالث مواجهه لينا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، هنطلع منها ب3 نقاط ونتصدر برضو مجموعتنا او نفضل متصدرين لمجموعتنا، تكون دي بوابتنا ان شاء الله لدور الثمانيه. نرجع تاني لأخبارنا وبوابة فيتو، بوابة فيتو اتكلمت